اخد مدام صابرين. ازيك يا استاذه لالو؟ الحمد لله بخير. ازاي الاستاذ رمضان؟ الله يسلمك، ربنا يرضيكي. يا استاذ رمضان انا بقالي سنه عايزه اتواصل بيك مش عارف. على معلش وصل يا حقك علينا، نورتيني، اتفضلي. الله يخليك. انا تعبانه، انا بنتي، عندي بنتي جالي بعد 10 سنين وطلعت تلعب مع اصحابها واتخبطت في صاحبتها وجالها نزيف في دماغها، وانا ما نعرفش ليه انا نزيف في دماغها. خدتها ورحت بقى المستشفى والدكتوره قالت انا مش شايفه فيها حاجه كويسه، بس انتوا لو عايزين تطبين روحوا اعملوا لها اشعه على دماغها. ربنا خلق لنا واحده قريبتنا قالت لنا تروحوا فين، ده المستشفيات كلها كورونا، خدها وروحوا. خدتها وروحت يا شيخ ونمت في البيت ساعتين جنبي. بعد شوية بصحاها بتطمن عليها، قالت لها عايزة اروح الحمام يا ماما، ودخلت ورجعت. المهم وديتها المستشفى يا شيخ، من مستشفى لمستشفى 3 ساعات في المستشفى، ولما حضروا العمليات وجاية داخلة توفت يا شيخ، اتوفت. انا مش عارفة ذنب بنت في رقبة مين، في ذنب انا ما بنامش انا ولا ابوها، احنا تعبانين. ما عندكيش غيرها؟ ما كانش حتى اللي ذنب بنتي في رقبتي يا شيخ. ما عندكيش غيرها يا صابرين؟ معايا 2 متجوزين وهي جالي بعد 10 سنين، وهي اللي كانت بتخدمني وتلوني بس الميه. كان عندها قد ايه؟ كان عندها 10 سنين، 10 سنين، وعشر سنين وماتت وعندها 10 سنين. انا تعبانه يا شيخ، انا ما بنامش، عايزه نعرف بنتي سامحاني، ولو هي سامحتني عشان كان روحها فيا ربنا هيسامحني. انا حاسه ان عمر ربنا ما هيسامحني ولا يتقبل مني. يا ترى لو كنت رحت بيها على طول كانت عاشت يا شيخ، كانت سنت معايا. حتى انا دلوقتي ما بلاقيش اللي لو ان بق الميه، نظري راح وظهري اتكسر، وحتى ان انا جالي زهايمر ما بقتش عارفه حد ولا شايفه حد. عزلت نفسي عن الناس وقاعدة في أوضة ضلمة، منحت كل التواصل حتى مع أهلي، الدنيا في حالي، قلت أكفر عن ذنبي وغلطتي. يا ترى ده عمرها يا شيخ ولا ذنبها في رقبته ورقبة أبوها؟ أبوها من الأول ما كانش مستقيم يا شيخ، كان بعيد عن ربنا. يا ترى ربنا خسر ذنب أبوها ولا ذنبها في رقبة مين؟ ذنبها في رقبة مين؟ ريحني يا شيخ، أبوس إيدك وحياة ولادك، اتكلم مع الأبرار، عايزة نعرف بنتي فين، عايزة نطمن عليك، عايزة نعرف ذنبها في رقبة مين يا شيخ. نفسي أنام، أنا مريضة ضغط وتعبانة ومشتكي من كل حاجة، ما بجري مش عارفة أنام. نفسي أشوف بنتي، نفسي بالي يرتاح، نفسي أعرف هي فين يا شيخ. أبوس إيدك، أنا كنت حاسل على بيتك وأروح لك، لأن أنا بستناك من أسبوع لأسبوع وأقعد قدامك. أنت الوحيد اللي هتريح قلبي، أنا ما خليتش جمع ما رحتوش، ما خليتش شيخ ما سألتوش، بس ما بفتحش لحد إلا لك أنت يا شيخ. أرجوك بنتي سامحني وربنا هيسامحني. عايزة تعرف يا شيخ، يا كنت رحت بقى المستشفى في الأول ودخلت العمليات، كده بتبقى دلوقتي، كده بتبقى عايشة دلوقتي. أنا محتاجاها يا شيخ، أنا محتاجاها بالله عليك، راحت بذنب أبوها. ربنا يصبر قلبها. بص يا حاجة صابرين، ربنا يرضيكي ويجبر بخاطرك ويملى قلبك صبر ورضا وقلب ابوها وقلب اللي حواليها. انا عارف قد ايه الضنا غالي قوي، وعارف قد ايه قلبك محروق، وعارف قد ايه انت تعبانة، وعارف قد ايه انت موجوعة ومتألمة انت وابوها وكل اللي حواليكي. فبمقدار الألم ده والوجع ده ربنا هيأجرك ويثيبك. خليني أقولك قبل ما أقولك أجرك وثوابك، طالما الموضوع حصل في قاعدة في الفقه في العقيدة اسمها يحتج بالقدر بعد وقوعه لا قبل وقوعه.
يعني طالما الموضوع حصل، بعد ما حصل يا ستي بنقول قدر الله وما شاء فعل. ده انت ام، انت لو تعرفي انه لا يحصل لها ده انت كنت فديتيها بنفسك. انت لما خدتيها وروحت البيت مش بتهملي في حقها يا ستي، انت كنت خايفة عليها من كورونا، كنت بتدوري على ازاي تحافظ عليها وازاي تنقذيها. فحاجة صابرين ما تفتحيش باب الشيطان، قدر الله ما شاء فعل، وانت ما عملتيش ذنب، وانت ما عملتيش معصية، وانت ما عملتيش كبيرة من الكبائر. فهوني عليكي وعلى نفسك، هوني على جوزك. تقعديش تقول اصل جوزي ما كانش ملتزم، ده كذا وكذا، ده اللي حصل ده بذنبه، ولا اللي حصل ده باهمالي، وهي مسامحاني. هي ان شاء الله مسامحاكي، وهي لسه صغيرة لم يجري عليها القلم، مش مكلفة. ده هي في الجنة دلوقتي، هي في نعيم الجنة وفي رياض الجنة وفي معية ربنا وفي رحمة ربنا مع كل حبايبها وقرايبها اللي ماتوا قبليها. خلي بالك هي دلوقتي مستريحة قوي، لانها لسه اصلا ما تحسبتش، ما جريش عليها القلم. فاطمني، انت ما عملتيش كبيرة، اطمني، بردي قلبك يا حاجة صابرين، بردي قلبك، الله يرضيكي، واهدي على نفسك، الله يسترك، واهدي على جوزك، وما تقتليش عيالك اللي باقيين، قدر الله وما شاء فعل. ما عملتيش ذنب، وبإذن الله ربنا مسامحك، وبإذن الله رب العالمين هتقابل ربنا يوم القيامة، تلاقي بنتك دي مقابلاكي بتاخدك بالحضن وتطبطب عليك وتاخدك من ايدك انت وابوها، وتيجي مدخلاكم الجنة بإذن الله. فين الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه لما ربنا يرزق واحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات، انت عندك ثلاث بنات، عندك ثلاث اخوات، احسنت اليهم واتقيت ربنا فيهم، هيبقوا حجاب من النار ويدخلوك الجنة. يا سيدي يا تاج راسي يا سيدنا النبي، ممكن اتنين؟ قالوا اتنين. يا سيدي وتاج راسي، ممكن بنت واحدة ولا اخت واحدة احسنت اليها وعملتها معاملة كويسة لما جوزتها، لما تمام التمام، ولو واحدة بس. لا، خد الاجمل بقى، والذي نفس محمد بيده، ان السقط، السقط شوية الدم اللي بيسقطوا من الست، لا يجر امه بسريره الى الجنة اذا احتسبته. وعندنا نص كمان يا استاذة لمياء، انه لما يموت لحد عيل لم يبلغ الحنث، لسه ما بلغش، لسه صغير، ويحتسب عند الله حجاب من النار وباب للجنة. اتنين قال اتنين، واحد قال واحد. طب ليه ما بلغش زي بنت البنت اللي ماتت دي؟ الله يتغمدها برحمته ويصبر الحاجة صابرين وجوزها. ليه؟ لانه العيل هو لسه صغير بيبقى شديد الالتصاق بالاب والام، متعلقين بيه، متعلقين بيه قوي. لسه بقى ما كبرش، لسه ما اختلفش معانا، لسه ما خرجش وسابنا، لسه ما بعدش عننا، فتقل شويه المساله. انما طول ما العيل صغير بيبقى قريب قوي، والحنيه عليه اكتر، والدنيا عليه اكتر. فانت ليك اجر كبير قوي، هوني عليكي، ده باب من ابواب الشيطان، جلد النفس اللي انت فيه ده، وهتموتي نفسك وتموتي اللي حواليكي. لا، حرام، املى قلبك بالرضا، وربنا ان شاء الله مسامحك، وبنتك مسامحاك. ده هي دلوقتي في منتهى السعاده، وبعد عمر طويل هتلاقيه ما قبلاكي، فالله يرضيكي، ربنا يبرد قلبك. اخيرا بقى يا جماعه، الكل مبتلى والكل مصاب، اللي انا بكلمهم جوه مصر وبره مصر، حد يقدر دلوقتي يقول انا لم ابتلى؟ حد دلوقتي يقدر يقول انا لم يمت لي حبيب؟ حد يقدر يقول انا لم يمت لي قريب؟ حد يقدر يقول انا لم يخفق لي عمل؟ هي الدنيا كده. حد، ايوه، هي ايه؟ هي الدنيا كده، جبلت على كدر وانت تريدها، صفوا من الالام والاكدار، ومكلف الايام ضد طباعها، متطلب من الماء جزوة نار. حديث قدسي، والذي يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا ابتلي عبدا فيرضى الا استحييت منه يوم القيامة ان انشر له ديوانا او اقيم له ميزانا وادخلته الجنة بغير حساب.